نروح لموضوع تاني مهم، وهي مشاركة منتخب مصر للفوتبول سكيت المميزة في بطولة العالم، حيث سجلت مصر أول مشاركة تاريخية ليها في بطولة العالم للفوتبول سكيت، وهي الرياضة اللي بتجمع ما بين مهارات الكرة وتقنيات التزلج. مصر بتشارك في البطولة المقامة في تركيا خلال الفترة من 21 وحتى 26 نوفمبر بفريقين من الأعمار اللي بتتكلم فيها، يعني الناشئين واللي بيتراوح أعمارهم ما بين 12 ل 15 سنة، والفريق الكبير في النسخة ال15 من البطولة. قدر منتخبنا الوطني للناشئين في الوصول لنهائي البطولة، واللي بيشارك في مرحلة الناشئين 8 منتخبات، وهيلعب منتخب مصر النهاردة أمام تركيا البلد المستضيف، حيث بدأ منتخب مصر المشوار بالفوز على منتخب غانا بنتيجة 3-1، وفي الدور نصف النهائي فاز على منتخب الهند بنتيجة 6-0. وبعد انتصار مصر على الهند وصل منتخبنا للنهائي أمام تركيا، واللي نتمنى ليه طبعا كل التوفيق وتحقيق البطولة.